ديكور اللي ورا حضرتك، الطابلوهات الجميلة والأشغال اليدوية الجميلة دي لوحدها إشارة، يعني علامة للحاجات اللطيفة الموجودة. وفي منتجات بتبقى بتتناسب حتى مش بس مع الاكسسوار البناتي، الحاجات بتاعت المصايف والكاشمايو، القطن، الفولي، في كمان حاجات بتتناسب مع فرش المصيف نفسه، أكيد. يعني المفروشات زي الملايات والفوط واللوح البسيطه اللي في المنازل، الديكورات الابراجات اللي الوانها بسيطه. فاحنا الحقيقه في العارضين جايين من 12 محافظه، كل عظيم. محافظه بتتميز بحاجه، بيحصل ما بينهم مجتمع في تداخل مع بعضه، بيستفيدوا من خبرات بعض. احنا كمان بدات يبقى عندنا قاعده بيانات مفصله لهؤلاء العارضين، بدانا نستقبل اسر ثانيه منتجه، عندنا 430 مركز تدريب اسر منتجه على مستوى الجمهوريه، بيدرب سيدات تكافل وكرامه ما علشان شاء الله. يخرجوا من الدعم للانتاج، بندرب السيدات في المناطق الحديثه اللي منقول اليها السكان، المناطق العشوائيه ومناطق شفنا ده غير في الامنه. الأسمرات يا فندم، المراكز بتاعت السجاد اليدوي في الأسمرات وشغلهم إزاي بيتعرض في معارض سواء جوه مصر أو بره مصر، ودور وزارة التضامن في تسويق منتجاتهم. هو الحقيقه في توجيهات رئاسيه ان احنا دايما في هذه المناطق، لان هؤلاء السكان هم على مناطق ممكن ما تكونش فيها مصدر رزقهم السابق، فاحنا مهمتنا ان احنا نوجد اسواق ونحسن مهاراتهم ونخليهم عظيم. يكتسبوا مهارات ومصادر استرزاق جديده، عشان اولا هو لو ما خدش مصدر رزق هياخد دعم نقدي، وحتى الدعم النقدي مش هيكفيه يفتح بيت. وكان في سيدات ما فاحنا بتشتغلش اساسا، كان عمرها ما كانت اشتغلت ولا حرفه، فبقت تكسب وتساعد احنا زوجها. الحقيقه مع ان السيدات نفتح ليها مجالات للعمل حتى وهي قاعده في بيتها، يعني في بعض المنتجات بتعدي عليها السيده تديها منتجات تشتغلها وتستلمها منها، فبتقدر تكيف وقتها مع نوع المنتج اللي هتنتجه. لو عايزه تشتغل كل الوقت بتنزل ورشه انتاجيه، بتنزل مركز تكوين مهني، لو عايزه تشتغل جزء من الوقت بنراعي ان يكون في سلاسل قيمه، يعني المنتج ممتاز. يعدي على اكثر من منتج، فكلهم بيعملوا منتج واحد، صحيح. بيخلي بنشجع العمل الجماعي بدل ما يبقى عمل فردي، يعني حقيقه ما بيجيبش همه والتسويق بيبقى صحيح. صعب، لكن العمل الجماعي بيخلي فيه فعلا منتج صحيح. حقيقي ومصنوع بمعايير احنا بنحددها للعارضين وبنراجع عليها.